السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم أكن من متابعين دكتور منصور الكيالي، لكن لما بعض المتابعين طلبوا مني إن أنا أنظر في الفيديوهات بتاعته عشان لعل وعسى أن يكون فيها خطأ، نظرت فيها. أول ما نظرت صدمت وفجعت وصعقت بالذي يقوله على نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. الرجل يقول عن نبي الله يعقوب أنه فاشل مفتقد الحكمة، وكان سببا رئيسيا فيما حدث لابنه يوسف وفيما حدث لأبناء الآخرين. دكتور منصور الكيالي حكم على نفسه بأنه جاهل وأنه مفتقد العلم. مش أنا اللي قلت، الله عز وجل هو الذي قال. الله عز وجل قال على سيدنا يعقوب في سورة يوسف: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منصور الكيالي ثبت على نفسه أنه من الذين يجهلون قدر الأنبياء، الله هو الذي يقول هذا في الآية السابقة. سيدنا يعقوب له كرامات كثيرة، أنت متخيل أن الصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أكرم الناس، قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. سيدنا يوسف الله عز وجل علمه تأويل الأحاديث، كان خبير في تأويل المنامات والرؤى. طب مين اللي كان بيأول الرؤية لسيدنا يوسف؟ إنه أبوه يعقوب. تأويل الرؤية ده دليل على العلم والتمكن والحكمة أيضا. شخص الله عز وجل نعته بكل هذه الصفات الربانية العظيمة في كتاب العزيز، ثم أنت تأتي وتنعته بأنه فاشل. قبل أن تتكلم في دين الله لابد أن تقرأ في دين الله، قبل أن تتكلم عن الأنبياء لابد أن تحسن وتختار ألفاظك قبل أن تتكلم عن أعظم مخلوقات الله.